السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبه تراكرز اوف روبي 3، واليوم مقطعنا راح يكون للناس المبتدئين في هاي اللعبه. ليش؟ لاني في كتير تعليقات بتجيني بخصوص اللوجو او السكن تبع الشاحنه، فالناس ما بيعرفوا انه هذا الشيء بينضاف على اللعبه بشكل يعني عباره عن سكن وكذا. ففي كتير تعليقات بتجيني انه كيف عم بتحط لوجو تبع شاحنه الرينو او شاحنه الاسكانيا القديمات، فهدول الاشياء يا جماعه في كتير ناس ما بيعرفوهم، فحبيت اعمل هذا المقطع بشكل سريع وبسيط. وفي كتير ناس قالوا لي انه عمل مقطع عن هذا الشيء. فيا جماعه الخير، الموضوع كله عباره عن سكن. بامكانك تضيف سكن في اللعبه من خلال الجراج، بتروح على الشاحنه، في عندك شيء اسمه كولر اند سكن، بتضيف السكن بهذه الطريقه مثل ما شايفين قدامكم. طبعا السكنات بامكانكم تجيبون عن طريق تحميل تطبيقات من الجوجل بلاي، بتكتب سكن تراكرز اوف روبي 3 بينزل لك تطبيقات كتير، بتدخل بتشوف السكن اللي بدك اياه وبتنزله، او عن طريق مثلا رابط الديسكورد الموجود بصندوق الوصف، بتروح لهنيك في روم اسمها تراكرز اوف روبي 3 سكن، بتدخل بتشوف السكنات اللي عم بنشرها انا او الناس اللي عم بنشروها وبتستخدمه بهذا الشكل. هذا الطريقه كتير سهله يا جماعه الخير، فحبيت اعمل هذا المقطع لاني في كتير ناس ما بيعرفوا هي الشغله، مع انه انا شارحها سابقا، شارحها من زمان كيف تعمل سكن في تطبيق اسمه بيكس ارت. طبعا موضوع اللوجو موجود فقط على شاحنتين، على نوعين شاحنات اللي هن السكانيا السيريه الكامله، وطبعا بس الشاحنات القديمه، وبنفس الوقت شاحنة الرينو ال 2013 وال 2021 فقط. هدول الشاحنتين يلي ضافوا فيهم ميزه انه فرغوا لنا مكان اللوجو، وصار بامكانك بس من صمم تسكن بتضيف اللوجو تبع الشاحنه الاساسي وبيظهر مباشرة على الشاحنة. هاي الميزة ان شاء الله رح تصير في اغلب الشاحنات اللي رح تنزل بالايام القادمة، وهي هي الفكرة. تحياتي لكم، بتمنى منكم لا تقصروا معنا، وصلى الله وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا من اللايك اشتراك تفعيل زر التصحيح لكل جديد، واهم شيء لا تنسوا الدعاء لاخواننا، وبترككم بامان الله وسلام.